من القاهرة ينضم إلينا الدكتور أيمن سمير الخبير في العلاقات الدولية. أهلا بك دكتور أيمن. يعني في البداية سمعنا كما سمعت في الخبر السابق يعني واشنطن بدأت تتراجع رويدا رويدا في تنديدها بالهجمات على لبنان. كيف ترى أو كيف تقرأ هذا الأمر إذا ما قارناه أيضا بما حدث في غزة سابقا؟ أولا تحياتي لحضرتك ولكل السادة المشاهدين. في تقدير هذا نهج خطير وخطير للغاية، أن تترك المسار البندقية هو الذي يحدد ويرسم معالم الشرق الأوسط بأكمله. دائما ينبغي أن تكون للدبلوماسية والتفاوض والمبادرات والمقترحات السياسية ينبغي أن تسبق بخطوة البندقية، وينبغي في كل وقت أن تقيدها وتلجمها وتحاول أن تعيدها إلى مكانها. تخلي الولايات المتحدة الأمريكية عن نهج الدبلوماسية بالكامل وترك الأمر للأرض والميدان بين إسرائيل وجنوب لبنان لتحديد مسار ليس فقط مستقبل العلاقة الإسرائيلية اللبنانية لكن مستقبل الشرق الأوسط بالكامل، في تقدير هذا نهج حتى نهج غير مسؤول، لكنه له دوافعه. الدافع الأول في تقديره هو شعور الولايات المتحدة الأمريكية أن إسرائيل في أريحية عسكرية وتسبق الآخرين بخطوات وليس بخطوة كبيرة، وتستطيع أن تحقق جزء كبير جدا من أهدافها عن طريق لغة البندقية والرصاص وليس بلغة الدبلوماسية. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، تراهن الولايات المتحدة الأمريكية أن إضعاف حزب الله أو تفكيكه أو القضاء عليه قد يمهد لعملية سياسية ليس فقط في ترسيم الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل، لكن أيضا ربما لتغيير المعادلة والحسابات الداخلية في لبنان عبر الدفع برئيس توافقي يوافق عليه حزب الله وحركة أمل، اللذان كان يرفضان في السابق فكرة المرشح التوافقي أو المرشحين الذين كانوا على يعني مطروحين أسمائهم على الطاولة. النقطة الثالثة، في تقدير الولايات المتحدة الأمريكية أيضا تريد أن ترسل رسالة من خلال هذا الأمر إلى الجميع بأن الولايات المتحدة الأمريكية التي انخرطت في مفاوضات ماراثونية من أجل التوصل لهدنة بين إسرائيل وحماس، وجاء مدير مخابراتها ربما أكثر من 7 أو 8 مرات إلى المنطقة ولم تنجز شيء، أنها سوف تترك الأمر لهذه المرة لمعادلة جديدة وطريقة جديدة عبر السماح لإسرائيل بأن تقوم بكل شيء من أجل تغيير المعادلة على الأرض قبل أن تذهب إلى المفاوضات. وهذا بالمناسبة هي ثقافة أمريكية قديمة. أي مشاهد كان يشاهد أفلام الكاوبوي الأمريكية دائما ما كان الشخص الأمريكي يضع البندقية أولا على الطاولة ثم يجلسون بعد ذلك للحديث. لذلك الولايات المتحدة الأمريكية بتعود إلى نهج أمريكي كلاسيكي قديم يقول أن التفاوض في ظل البندقية، التفاوض في ظل القوة قد يأتي بنتيجة أفضل بكثير من تقديم خيار المفاوضات والدبلوماسية دون أن تكون البندقية موجودة على الطاولة. لكن هل هذا النهج يمكن أن يؤدي إلى سلام واستقرار في المنطقة؟ أنا في تقدير هذا أمر خطير وغير مضمون على الإطلاق. دكتور، مع إعلان الولايات المتحدة نشر بطارية الدفاع الصاروخي ثاد في إسرائيل، كيف يمكن لهذا الإجراء أن يؤثر على التوازن العسكري في المنطقة؟ يعني هل هذه المنظومة وضعت أو ستوضع للردع أم أنها للرد يعني بحسب تركيبتها التقنية والعسكرية؟ أولا منظومة ثاد هي أغلى منظومة دفاعية في العالم، في العالم كله، هي أغلى من الباتريوت وأغلى من أي حتى منظومة إسرائيلية مثل الآرو أو مقلاع داوود أو غيرها، وهي تعطي إسرائيل ميزة إضافية. معروف أن إسرائيل لديها 3 طوابق أو 3 مستويات دفاعية، القبة الحديدية وهي تتصدى للصواريخ والكاتيوشا قريبة المدى، ولديها مقلاع داوود وهو للصواريخ ربما متوسطة المدى التي يمكن أن تطلق على حيفا والمناطق الوسطى في إسرائيل، بينما لدى إسرائيل منظومة أرو وهي التي تتصدى للصواريخ القادمة من مسافات بعيدة، ولعبت دور كبير جدا في التصدي للصواريخ الإيرانية سواء في شهر أبريل الماضي أو في شهر أكتوبر الحالي. لكن مد إسرائيل بمنظومة دفاع ثاد هذا أولا يؤكد أمرين، يؤكد
أعتقد أن قد تكون دائرة الانتقام والانتقام المتبادل ما بين إسرائيل وإيران لن تتوقف فقط عند حد الهجوم الإسرائيلي المتوقع على إيران. ربما إرسال هذه المنظومة أو طلب إسرائيل هذه المنظومة من الولايات المتحدة الأمريكية يقول أن إسرائيل تتوقع رداً إسرائيلي رداً إيرانياً كبيراً، وقد يشمل مناطق حيوية مثل حقول الغاز مثلاً في شرق المتوسط. ومعروف أن منظومة ساد هي بتستهدف الصواريخ البالستية أو تتصدى للصواريخ البالستية في مراحلها النهائية وليس في منتصف الطريق أو عند بداية خروجها من إيران. أيضاً هذه المنظومة الدفاعية بتعمل ليس لديها قوة نارية، يعني لا يوجد في رأسها يعني جزء ناري، لكنها تعتمد على قوة التصادم والصدام مع الهدف العسكري أو الصاروخ الباليستي القادم من إيران. لذلك تحاول الولايات المتحدة الأمريكية من خلال إرسال هذه المنظومة المتقدمة للغاية والأغلى في العالم أن توصل رسائل للآخرين بأنها مستعدة لدعم إسرائيل بكل ما تملك، لأن هذه البطارية بطاريات ساد هي آخر ما تملكه الولايات المتحدة الأمريكية. سريعا دكتور، هل هي قادرة على صد الصواريخ الباليستية بنسبة 100% أم؟ هي قدرتها أكثر من باقي المنظومات الأخرى، يعني لو قارناها مثلا بمقلع داوود أو أرو أو السهم الإسرائيلية هي أكثر تقنية، لأنها بتعتمد أولا على أنها تغطي مسافة كبيرة جدا. البطارية الواحدة فيها حوالي 54 صاروخ، وصلت الفكرة، تقوم بتغطية مسافة في العمق بمعنى الارتفاع والمساحة المتسعة، وبالتالي هي أفضل بكثير جدا من المنظومات الأخرى، لكنها فيها ميزة إضافية قد لا تكون موجودة في باقي المنظومات، وهي أنها تستطيع أن تتعامل وتتطابق وتتكامل مع المنظومات الأقل بما فيها منظومات باتريوت وآر الموجودة عند إسرائيل. الدكتور أيمن سمير الخبير في العلاقات الدولية كنت معنا من القاهرة، شكرا لك على المشاركة.